أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الأسبوعي المنتدى، حيث نستعرض وإياكم العديد من التقارير والجولات الإخبارية الثقافية في هذه الحلقة، فأهلا بكم. حققت المملكة العربية السعودية فوزها السادس على التوالي في معرض أنتل الدولي للعلوم والهندسة 2012 من بين 15 ألف طالب وطالبة من 65 دولة بفريق انضم 22 طالب وطالبة شاركوا ب 18 مشروعا. وتعكس هذه المشاركة الاهتمام من المملكة بأهمية الاستثمار في العقول وتنمية رأس المال الفكري المؤهل للمشاركة في توجيه المملكة نحو اقتصاد معرفي مبدع قادر على المنافسة عالميا، وتكريس الوجود السعودي في كبرى المسابقات الدولية، وإتاحة الفرصة أمام ذخيرة المملكة للمستقبل من المبدعين والمبدعات للمشاركة بنظرائهم من مختلف أرجاء العالم. قبل أن نتحدث حول هذا الموضوع، نشاهد هذا التقرير حول فوز الطلاب السعوديين في معرض أنتل الدولي للعلوم والهندسة في أمريكا. العربية السعودية حضورا مشرفا عبر معرض انتل الدولي للعلوم والهندسة، حيث حصلت الطالبة فاطمة العجاجي على المركز الثالث في مجال الهندسة، والذي يدور مشروعها حول تصنيع المكثفات الفيروكهربائية ذات الاستقطاب الكهربائي العفوي. هي جاء المركز الثالث في كاتيجوري هندسة المواد وهندسة الحيوية الكيميائية، فأخذت المركز الثالث على كل الكاتيجوري. طلاب وطالبات المملكة لم يكن تواجدهم للمشاركة فحسب، بل كانت مشاريعهم المقدمة مؤهلة لحصد عدد من الجوائز. فالطالب هشام الفالح حصل على المركز الثالث في مجال الهندسة. هشام فاجأ الحضور حين صعوده على منصة التكريم بالسجود لله شكرا وحمدا. الحمد لله، صراحة شيء ما كان مخطط أبدا يعني، ولكن أول ما طلعت على ستيج صراحة حسيت أن أكثر إنسان يجب أن أشكره، يعني أكثر إنسان يجب أن يتم شكره والله جل جلاله، وما أفضل من ذلك إلا بسجود الشكر. الوفد السعودي كان لحظة بلحظة يرافق أبناء الوطن، وذلك بدافع تهيئة المناخ الملائم وتقديم التحفيز لهم. يعني وفد متعدد وكبير، موهبة، والوزارة تحرص إلى أن يشارك مع الوفد ليس فقط الطلاب والطالبات، بل يشارك معهم عدد من المحكمين، عدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، من أجل الاستفادة من الخبرة ومن أجل توفير الإشراف العلمي على الطلاب والطالبات، فلهذا وجدتهم يعني في الأروقة، وما يقدم لهم هو حقيقة أدنى ما يمكن أنه تقديم لهم من رعاية، وهي تمثل حقيقة يعني توجه المملكة في رعاية الطلاب والطالبات الموهوبين. نايف الحمود الحاصل على المركز الرابع في مجال الكيمياء وجه من الولايات المتحدة الأمريكية رسالة شكر وامتنان لرائد العلم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله ابن عبد العزيز. أنا صراحة أشكر الملك عبد الله على كل اللي يعني، على أول شيء على وجود موهبة في المملكة العربية السعودية، لأنه وفرتنا فرص جدا رهيبة. ثاني شيء، وهو أكثر شيء صراحة أحب أشكره، على إنشاء جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية في مدينة ثول قرب جدة. صراحة إن هذه الجامعة راح يعني تقود المملكة إنها تصير دولة رائدة في مجالات العلوم والبحث. المشاركة السعودية في المحافل الدولية أكدت التفوق عبر نجاح طلاب وطالبات المملكة ونيل العديد من الجوائز من خلال الأبحاث الجديدة والتي ستحل الكثير من المشاكل العلمية المعقدة. بدر بن أحمد من الولايات المتحدة الأمريكية، مدينة بيتسبيرغ، الإخبارية. للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو الأستاذ أحمد البلوشي، وهو رئيس وفد المملكة المشارك في معرض أنتل للعلوم والهندسة والمشرف العام على الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي. بداية مساء الخير. حياك الله. مساء الخير أستاذ أحمد. يعني شهدنا السنة الماضية فوزا، يعتبر هو الفوز الأول أنا أعتقد السنة الماضية، صح لي المعلومة إذا كانت خاطئة، لكن شهدنا السنة هذه يوجد هناك فرق شاسع بين السنة الماضية والسنة هذه. نريد أول شيء نتحدث عن قيمة هذه الجائزة بالنسبة للمملكة بشكل عام. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولا هي
مشاركة منذ عام 2007 المملكة تشارك ممثلة بمؤسسة الملك عبد العزيز ووزارة التربية والتعليم، والذي حصل هذه السنة نقلة كبيرة حقيقة في الفوز. العام الماضي كانت جائزتين، لكن كانت أول فتاة سعودية تفوز العام الماضي الطالبة بيان مشاط، وهذه السنة واصلت الطالبة فاطمة الفوز والتأهل. جميل. هذه النقلة التي حصلت هي التي يعني حقيقة كانت على مستوى العالم بأنها كانت في قفزة كبيرة في عدد الجوائز وفي مستوى الجوائز التي تم تحقيقها. جميل. هذه النقلة أكيد انبنت على أسس معينة، يعني حينما ننتقل من جائزتين إلى 6 جوائز خلال سنة أكيد هي مبنية على تغيرات، سواء في التعليم، تغيرات في المشاركة، ممكن التركيز تغير أيضا من قبل المنظمين. نريد التفاصيل الداخلية أكثر. نعم. على الموضوع حقيقة مؤسسة الملك عبد العزيز تبنت منذ سنوات ما يسمى بمعرض موهبة للعلوم والهندسة. جميل. وكانت نتائج هذه المعارض التي تقام في المملكة هو المشاركات الدولية، ومن ضمنها كان معرض إنتل، وهو أكبر معرض يقام على مستوى العالم، حتى يسمى نوبل للصغار. الجوائز التي يحصل عليها الطلبة. بعد ذلك منذ العام الماضي بدأ مشروع شراكة ما بين وزارة التربية والتعليم ومؤسسة الملك عبد العزيز، وأطلق عليه المشروع الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي، وهذا يمر بمراحل ويغطي كل إدارات التربية والتعليم وجميع مدارس المملكة. حقيقة التغير الكبير الذي حصل، ومنها من ضمن هذه أحد النتائج التي احنا نراها في معرض إنتل، هو اهتمامات الطلبة. اهتمامات الطلبة للعلوم والهندسة والتكنولوجيا تطورت بشكل كبير في المملكة. الأمور التي كانت تطرح قبل سنوات للطلبة ويجدون أنفسهم أنهم بعيدين عنها أصبحوا الآن يخوضونها. عندما نستقطب عدد من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات يحكينا أكثر من عضو وأكثر من دكتور بأن هذه مشاريع تنافس مشاريع طلبة الماجستير والدكتوراه في الجامعات. وعلى فكرة كل الذين يشاركون في الأولمبياد الوطني أو الذين شاركوا الذين ظهروا في التقرير كلهم طلبة ثانوية عامة، لا يوجد منهم أي طالب في الجامعة. الكثير يعتقدون مبتعثين أو متعلموا في الخارج أو أبدا إطلاقا، كلهم أبناء المملكة يدرسون في مدارس المملكة سواء كان مدارس أهلية أو حكومية. نعم. لأن آخر مرحلة ممكن يشارك فيها الطالب إذا كان في الصف 12 اللي هو ثالث ثانوي، بعد لا يحق لها المشاركة لا محليا ولا دوليا في المسابقة. نعم. فالحراك العلمي الذي يحدث في المملكة الآن هو أحد نتائجه وأحد ثمراته هذا الذي رأيناه وغيره في المعارض والمسابقات. جميل. الدولية. أتي على أصغر المشاركين من حصل على هذا الجائزة، طبعا التقرير لم يذكر. نعم. أسنان المشاركين، أصغر المشاركين الفائزين في هذه المسابقة. المشاركين كانوا يعني من عدة مراحل، وكان أصغرهم في طلبة في الصف الأول ثانوي، لكن الفائزين كانوا جميعهم من طلبة المرحلة آخر مرحلة في الثانوية الثالث ثانوي. وكان يغلب عليهم الطابع العلمي التوجه. طبعا هو كل المشاركة أساسا 17 مجال الذي تشارك فيه المملكة في معرض إنتل الدولي، جميعها تغطي المجالات العلمية، سواء مجالات الهندسة أو مجالات العلوم أو الفيزياء أو الرياضيات أو الفلك، وتوجد مجال واحد وهو مجال العلوم الاجتماعية والسلوكية. نعم. أستاذ أحمد، هل تعتقد أنه التغيرات اللي صارت لدينا هنا في المناهج، تغير في أساليب التعليم، محاولة التطوير واللحق بالركب، حتى كما ذكرت أنه هناك تركيز على المواهب واستثمارها، هل فعلا وجدتم ثمار كل هذه الجهود بدأت تثمر في السنوات الأخيرة؟ أنا لا أعتقد، بل أجزم. يعني عندما تشارك مع 65 دولة من دول العالم. نعم. ودول 65 دولة. وعلى فكرة جميع الولايات داخل الولايات المتحدة، كل ولاية تشارك كدولة بوفدها المستقل. جميل. فكأنك تتحدث عن أكثر من 115 دولة مشاركة في هذا المعرض، ومجموع الجوائز التي يحققها أبناء المملكة يضعهم في المرتبة الخامسة على مستوى العالم. نحن يشاركنا في عدد الجوائز الذي حققناها دولتين، ألمانيا والهند، ويسبقنا الولايات المتحدة وكندا والصين والبرازيل،
وكل الدول الأوروبية الأخرى ودول آسيا بما فيها اليابان وكوريا من دول آسيا كلها تأتي بعد المملكة في الإنجاز. هذا ما يأتي في يوم وليلة. هذه أمور بنائية. يعني عندما بدأت المملكة في المشاركة في 2007 حققت فوز لكنها كانت جائزة واحدة. ثم هذه تطورت وزادت مع السنوات، والآن نحن نتحدث هذه السنة عن 6 جوائز تم تحقيقها في معرض إنتل الدولي، وكان هناك عدد من المشاريع دخلت حتى في التصفيات النهائية لكنها خرجت في آخر التصفيات، وإلا كان الفوز ربما يصل إلى 8 أو 9 جوائز. جميل. وإن شاء الله أن السنوات القادمة ما هي أبرز بالنسبة للمشاريع التي قدمت والتي فازت بست جوائز، ما هي أبرزها التي أقرب للتطبيق يوجد فيها نوع من الابتكار؟ نعم. والتجديد؟ نعم. لعلي يعني هي جميعها حقيقة يعني فيها إمكانيات عالية وقابلة للتطبيق جميع المشاريع الفائزة، لكن على سبيل المثال الطالب الذي خرج في التقرير هشام الفالح كان مشروع عن المجسات في المجاهر الذرية، وهذا قابل للتطبيق واشترك هو في مجال هندسة المواد والهندسة الحيوية. كيف تكلم الموضوع عن المجسات؟ المجسات في المجاهر الذرية. يعني موضوع متخصص جدا. جدا جدا يعني موضوع دقيق جدا. وفي مشروع الطالب سليم ومجد هذا يتحدث عن مرض من أكثر الأمراض الآن انتشارا وقلقا في العالم، وهو مرض التوحد. وكيف يتم اكتشافه في سن مبكرة، وأجرى بحوثه في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، وقابل هذا المشروع للتوسع في الدراسة، ويعني أنه يدخل مجالات متعددة، وأشرف على هذا المشروع عدد من أعضاء هيئة التدريس ساعدة والطالب في الإشراف العلمي، ولا نحن لا نقبل في المسابقة بأنه الطالب أن يقوم به يقدم عمل غيره، يجب أن يكون وهناك لجنة علمية. نعم. تقابل الطلبة وتحكم مشاريعهم سواء كان على المستوى الوطني أو حتى في الولايات المتحدة. الولايات المتحدة هؤلاء الطلبة لا يأتون ويشاركون، إنما تجرى لهم مقابلات ويتم تحكيم مشاريعهم من قبل من 9 إلى 12 محكم بعض المشاريع. كلها من باب التأكد ومن باب معرفة أن هذا هو فعلا هو مشروع الطالب والطالب محيط بمشروع. أنت تيت على ذكر أن الطالب الذي أجرى مشروع عن التوحد قام بعمله في مركز مستشفى الملك فهد التخصصي بالشرقية. جميل. كيف تجدون التعاون الأجهزة الحكومية إذا احتجتم مختبرات، إذا احتجتم لخدمات؟ بكل صدق بكل صراحة، يعني بكل صراحة وبكل شفافية، يوجد تعاون لكن ليس على المستوى المأمول. يعني ما تزال الأمور قائمة ربما في كثير من الأحيان على معرفة الأشخاص أكثر من معرفة الجهات. ففي تعاون مع مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، في تعاون مع جامعة الملك سعود، في جامعة الملك فهد، أغلب الجامعات حقيقة متعاونة. بل أنا أذكر في تجربة يعني حصلت في الباحة، أعطي لطلبة المشاركين في الأولمبياد بطاقات يحق له الدخول أي مختبر في الجامعة. جميل. هذه وهذه بادرة تجربة تستحق الإشادة والتعميم أيضا. حقيقة هذه تجربة. الآن يعني قبل 3 أيام كان في حديث مع جامعة الملك فيصل بالأحساء. نعم. أن عندهم استعداد أنهم يدعموا المشاريع كإشراف علمي. يعني الذي ينقص الطلبة هي قضية المختبرات. كما تعرف يعني أن المختبرات في المدارس وفي التعليم العام لا تكون مجهزة كالمختبرات في المستشفيات أو في الجامعات. هناك في تعاون، كل سنة هذا التعاون يزداد ويتوسع، لكن نأمل بمشيئة الله عز وجل أن يكون كل مستشفى وكل جامعة تبادر إلى أن تقدم خدماتها للطلاب، ولا تحتاج إلى عملية التنسيق من خلال مؤسسة الملك عبد العزيز ورجال الموهبة الوداع أو عن طريق الوزارة، أن يكون هناك مباشرة الباب مفتوح للطلاب. لا يكفي أن يقال أن هذا الطالب سيشارك في معرض أنتل. نعم. لتشرع له الأبواب. حاصل هذا، لكن مثل ما ذكرت لك ليس بالصورة التي الكل يتمناها أن تصل أنها تكون. لكن توقع أن تجدون آليات بإذن الواحد الأحد. وأنا قلت لك يعني لو جيت أقارنها قبل 4 سنوات كانت بعض الجهات غير مقتنعة أن طالب في المرحلة الثانوية تفتح له المختبر. الآن لا والله،
الآن يفتحوا له المختبر ويوفروا له شيء من الإشراف، لكن نحن الذي نتمنى أن يتاح لجميع الطلبة وليس فقط الطلبة الذين سيشاركون خارجيا. هو الجميل في الموضوع أن يتم الثقة في هذا الطالب ويمنح كل هذا الحجم حتى لو لم يحصل على الجائزة. هذا يقود لسؤال الطلاب الذين لم يحصلوا على الجائزة وقدموا مشاريع، كيف التعامل معهم؟ نحن نقول لكل الطلاب والطالبات الذين يشاركون، هو مجرد الوصول لمعرض انتل الدولي هو فوز. عندما تتحدث عن 1500 طالب وطالبة على مستوى العالم من مسابقة يشارك فيها على مستوى العالم أكثر من 3 ملايين طالب وطالبة، فأن تكون أنت من النخبة الأخيرة 1500 الذين يشاركون هذا بحد ذاته فوز. الطلبة قد يتلقون هذا الكلام ككلام نظري من قبل المسؤولين أننا نقول لهم هذا الكلام، لكن عندما يشارك المشاركة الفعلية فعلا يقولون هذا فوز، وصولنا إلى هذا. حقيقة هناك كثير من المشاهد الرائعة التي نحن نشاهدها من قبل طلابنا وطالباتنا في المشاركة. عندما يعلن فوز طالب أو طالبة من المملكة تجد الكل يعني يتقافز من على كرسيه فرحا بفوز هذا الطالب. هناك شعور جماعي بأن هذا هو إنجاز وطني، هذا هو إنجاز، ليس إنجاز هشام وفاطمة وسليم ومجد ونايف، لا، هذا هو إنجاز الجميع. هذه الروح التي خلقتها هذه المسابقة هي التي تقودهم إلى أن ينقلوا الصورة. أنا أذكر أحد الفائزين من أحد الطلبة في عام 2009 عندما عاد بعد ما فاز، وهو الله يذكره بالخير معاذ أبو عائشة، قدم ورش تعريفية لجميع مدارس الهيئة الملكية بالجبيل بجهد ذاتي من الطالب، لأنه اقتنع بالمسابقة ورأى حقيقة قيمتها العلمية على نفسه وعلى زملائه. جميل. عدد من الطلبة الذين يشاركون في المسابقة يتحولون إلى سفراء لهذه المسابقة ويعرفون زملائهم. هذه التوعية، هذه الروح، هذه الثقافة هي التي جعلتنا نصل اليوم إلى أن نتحدث على أننا ننافس طلبة دول سبقونا في هذه المجالات المسابقات العلمية وتجاوزناهم ولله الحمد. جميل جدا، جميل. أنا أستمتع جدا بمثل هذه يعني الروح التي تشكلت من خلال هذا الفوز الوطني. أريد أن أشير إلى نقطة المشاريع هذه التي تنجح وتفوز بجوائز، ما مصيرها؟ هل يتم تبنيها من قبل القطاع الخاص؟ هل يتم دعم الطالب فيما بعد ليتابع ويواصل العمل والمسير في هذه الأبحاث؟ ليس عندي حقيقة يعني صورا محددة إلى مشاريع تبنتها جهات معينة، لكن الطالب عندما ينتقل للمرحلة الجامعية بعضهم يواصل في مشروع على السنة الثانية إذا كان الطالب في الصف الأول ثانوي أو الثاني ثانوي، من ينتقلون إلى الجامعة ممكن أنه يواصل فيه، لكنه كنماذج معينة لدي أنني أكون دقيقا فيها حقيقة لا يتوفر عندي، لكن المشاركة تحسب للطالب في قبوله في الجامعات سواء على مستوى المملكة أو في أنتل. المشاركة في أنتل بحد ذاتها تحسب للطالب وتعطيه نقاط مفاضلة عندما يتقدم إلى الجامعات سواء داخل المملكة أو خارج المملكة. مجرد المشاركة، مجرد المشاركة بغض النظر عن الفوز. طبعا عدد من الطلاب والطالبات يحصلون على منح مجانية سواء كان من جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية كاوست أو من برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، أو بعضهم حقيقة يتلقون منح من دول الخليج أو من الولايات المتحدة أنهم يعني تمنحهم. هناك جماعة تقدم بطلب. نعم حصل بطلب. وحصل لعدد من الطلبة في السنوات الماضية، ونتوقع طلبة هذه السنة أنهم ربما تم التواصل معهم أو سيتم التواصل معهم قريبا على دول مستوى الخليج نعم عدد من دول الخليج، بالإضافة إلى يعني عدد من الجامعات في المملكة قدمت منح للطلبة الذين فازوا العام الماضي وقبل العام الماضي. جائزة مكة للتميز العام الماضي منحت الطالبين محمود غلمان وبيان مشاط جوائز، ومنحتهم جامعة الملك عبد العزيز مقاعد، منح مفتوحة أنهم يختاروا التخصصات التي هم يميلون إليها. جميل. هو بالعموم هي تعتبر يعني جامعة الملك عبد العزيز
هي جامعة يعني المنحة التي تقدم للطالب ما هي الميزة؟ لأن هي جامعة هي مجانية يعني كباقي جامعات المملكة. نعم، هو يعفى من اشتراطات القبول في الجامعة، يحق له أن يختار التخصص الذي هو يريده، ونحن ننظر إلى هذه الأشياء هي تقديرها معنويا أكثر من كونها كون الطالب يجد الاهتمام من جامعة تخاطب مدير الجامعة يتواصل معه ويعرض عليه منحة مجانية في جامعته حتى لو كانت هذه المنحة مجانية، لكن هذا بحد ذاته تقديرا وتكريما للطالب، فضلا أن بعض الجامعات الأهلية التي هي بمنح كذلك تقدم لهم. هذا هو الاهتمام، هو الذي يحرك بقية الجهات وبقية الشركات وبقية الجامعات إلى أن تتسابق إلى أن تظفر بهؤلاء الذين انصحين أن يصح لنا أن نسميهم بأنهم حصلوا على جوائز نوبل للصغار. جميل. البيئة التي يعيش فيها الموهوب أو الموهوبة، هل تعتقد أنها في السنوات القادمة لو افترضنا أنها ستفرخ لنا أو ستنتج لنا موهوبين جدد يشاركون ويحصدون الجوائز ويصلون المملكة المركز الأول؟ نعم. البيئة الحالية مؤكد، مؤكد من مشاهداتي، سبب تأكدك، سبب تأكدي، سبب تأكدي بكل ثقة حقيقة أنا أقولها، يعني أنا تشرفت حقيقة برئاسة وفد المملكة الذي يشارك في معرض إنتل السنة الرابعة على التوالي. هناك فرق عندما أتحدث عن عام 2009 عن عام 2012. حقيقة في عام 2009 كنا نذهب ونشارك ونتأمل أن نفوز، نحن الآن نشارك وحنا ضامنين الفوز. ضامنين الفوز ليس بواسطة وليس بمعارف، لكن بمستوى المشاريع التي لدينا، وأنا متأكد بمشيئة الله عز وجل أن في سنوات قريبة أنه من سيشارك في المسابقة في إنتل سيكون فايز. هل السبب أنكم مثلا أصبحتم توجهون الطلاب توجه معين لاختيار أبحاث معينة؟ مؤسسة الملك عبد العزيز ووزارة التربية بالتعاون مع وزارة التربية نقدم للطلاب إشرافا علميا، يبدأ هذا الإشراف العلمي بانطلاقة، يعني العام الماضي قدمت في المشروع أكثر من 900 ورشة تدريبية موجهة للطلاب وموجهة للمعلمين وموجهة للمشرفين بالإضافة إلى المحكمين. للموهوبين فقط؟ للموهوبين لا، الأولمبياد الوطني مفتوح لجميع طلبة المملكة. العام الماضي الذين شاركوا في الأولمبياد 48,003 طالب وطالبة على مستوى المملكة. نخطط في السنوات الخمس القادمة أن نصل إلى 500,000 مشارك بمشيئة الله عز وجل، وبإذن الله يتحقق بفضل الله 10 أضعاف تقريبا، 10 أضعاف بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم الدعم الكبير الذي نلقاه من خادم الحرمين الشريفين ومن سمو وزير التربية والتعليم معالي أمين عام المؤسسة، وقادرين بمشيئة الله سنصل. لكن هل هناك الرقم مثلا إقبال من الطلاب؟ إقبال كبير جدا، إقبال كبير جدا، عندما يعلن عن التسجيل الأعداد التي تسجل من الطلبة وكل سنة، يعني خليني أنا أعطيك مقارنة، العام الماضي الذين شاركوا في الأولمبياد الوطني 11,000، السنة الذي بعدها 48,000، السنة القادمة نحن نخطط على 80,000 بمشيئة الله عز وجل، وربما نتجاوز هذا الرقم. البيئة مساعدة جدا لأن هناك وعي كبير عند الطلبة وعند أولياء أمورهم. جميل. ونحن سنويا يعني اسمح لي في هذه، سنويا نأخذ معنا عدد من أولياء أمور الطلاب والطالبات، نأخذ معنا لأنهم المؤسسة تؤمن موهبة بأنه ما لم يشارك ولي الأمر في عملية احتضان ابنه وتوعيته سيكون بمعزل، لن يدعم ابنه من الداخل، وأكبر دعم للموهوب هو داخل أسرته من والدي. فعندنا عدد من أولياء الأمور خلال السنوات الماضية شاركوا معنا، وكثيرا منهم يرغب في التطوع بعد المشاركة لأنه رأى الأثر الكبير للمشروع، تغير سواء على ابنه أو سواء على بقية الأبناء. يعني كان عندنا بعض الطلاب والطالبات عندما يتحدث معك لا يستطيع أنه ينظر في عينك، عنده خجل، عنده حياء، عنده حياء، ربما يكون حياء مفرط. هذا المثال الذي أنا أستحضره الآن، الطالبة هذه قدمت دورة تدريبية في أحد جامعات الخليج بعد مشاركتها بأشهر،
كسرت كل حواجز الحياء لكنها بقيت على حيائها الفطري الذي يعزز عندها، كسرت الخجل وبقي الحياء عندها، أصبحت عندها ثقة بنفسها عندما وقفت أمام العالم كله تدافع عن مشروعها وتقدم مشروعها. وأنا لا أذكرها حقيقة نماذج كذا منفردة وأحاول أني ألتقطها، لكن هناك تغير كبير في صياغة اهتمامات طلبة المملكة وطالبات المملكة ولله الحمد. جميل جدا جميل. يعني تعزيز هذه الروح، روح الإبداع لدى الطالب، يعني من خلال ما تكلمت وأخذكم لولي الأمر ويعني تنمية هذا الشعور، يعني هل أنتم تركزون يعني بعد اختيار هذا الطلاب على تنمية هذه الروح الإبداعية لديهم، القدرة على البحث، القدرة على الابتكار، القدرة على تحليل ما يقرؤون؟ يعني هناك الكثير من الأمور التي ممكن أن تعزز من خلال برامج ممكن أن تقدموها للطلاب. نعم، الاستراتيجية أو أحد استراتيجيات موهبة وزارة التربية فيما يتعلق بهؤلاء الطلبة أن يعطى الطالب ما يسمى بخارطة الطريق، والطالب بنفسه يشق طريقه. جميل. أسهل ما يكون أنك تحضر مشاريع جاهزة لهؤلاء الطلبة وتعطيهم وتقول تفضلوا روحوا فوزوا فيها، لكن تكون خدعت نفسك وخدعت المجتمع وخدعت الطالب وخدعت القيادة التي وضعت ثقتها لك. لكن عندما يشق الطالب طريقه بنفسه وأنت تعطيه ملامح الطريق الذي هو يمشي فيه وتوفر له مكان يستطيع أنه يجري فيه تجاربه ودراساته، يستطيع أنه يحلل. أنت تعرف ويعني السادة المشاهدين يعرفون أن المناهج التعليم العام تقدم تعليما عاما ليس تعليما تخصصيا. نعم. فلهذا الطالب لا تكون عنده كل الملكات، هذه الملكات التي لا تتوفر من خلال التدريب، ومن خلال التدريب سواء كان تدريب الورش أو التدريب أونلاين أو اللي عن بعد يقدم لهؤلاء الطلبة، يساعدهم حقيقة في أنهم يتعرفوا على كل الأشياء الاحتياجات التي هم يحتاجونها ويقدم لهم دعم. نعم. هناك دعم كبير جدا من خلال التدريب الذي يقدم. جميل. هناك تدريب أونلاين. نعم. عن بعد. نعم. كيف يتم، كيف آلية التسجيل فيه؟ آلية التسجيل هناك عن طريق بوابة موهبة. عدد من المواد العلمية تقدم والتفاعلية من خلال البوابة، سواء ما يتعلق بكل ما يتعلق بالموهبة والإبداع أو ما يتعلق بمجالات البحث العلمي تحديدا أو الابتكار. وبإمكان أي طالب وطالبة أي ولي أمر يدخل على بوابة موهبة وسيجد مواد علمية حديثة محدثة تحدث بشكل مستمر وقوية، وهي أقوى بوابة بمحتواها على مستوى العالم العربي. جميل. هل هناك حقوق للطالب والابتكاري؟ يعني هل هناك آليات للمحافظة على نعم. حقوق الطالب بعد الابتكار؟ نعم. هناك شقين، شق البحث العلمي وشق الابتكار. شق الابتكار ما يتم المشاركة بأي مشروع من المشاريع في أي معرض دولي إلا بعد أن يتم إيداعه في مؤسسة في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، لأن هي الجهة المعنية ولديها مكتب تسجيل براءات الاختراع حفاظا على حقوق المبتكرين. هذه هي تتم. فيما يتعلق بالبحوث يتم إيداع هذه البحوث في التسجيل الرسمي في معرض إنتل الدولي، فقبل أي مشاركة يتم إيداع كامل البيانات ويتم حفاظا على هذه الحقوق، بالإضافة إلى أنها مودعة لدى مؤسسة الملك عبد العزيز. جميل. يعني أنتم من خلال هذه الإيداعات تضمنون أن لا يتم السطو على هذه الأفكار؟ نعم، وفق طبعا أنظمة حفظ الحقوق الملكية العالمية. جميل. بالنسبة للتي تشارك خارج المملكة هل أيضا هي محفوظة مثلا من عملية القرصنة أو عملية الأخذ؟ أو طبعا أنت تعرف يعني موضوع القرصنة دول تعجز الآن أنها تحد منه، لكنه بلا شك أنه يحفظ حقوقه، حقوق الملكية الفكرية وفق أنظمة الملكية الفكرية العالمية، فهي تحفظ لمدة 6 شهور تكون قابل للحفظ، لا يستطيع أحد يسطو عليها وفق الأنظمة، حتى بعد ذلك أن يحصل على البراءة النهائية من عدد من مكاتب العالم، ولها إجراءاتها ولها تفاصيل. جميل. هل لديكم إحصائيات عن 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 حجم الاهتمام يعني من خلال هذه المسابقات التي أجريتموها وهذا الاهتمام بالطالب الموهوب؟ هل شعرتم أو عملتم مثلا دراسات عن فيما قبل الثانوية طلاب الابتدائي فما فوق؟ نعم.
بدأ ينغرس لديهم حب الاختراع والابتكار وحب المشاركة أيضا في مثل هذه المسابقات. اليوم على سبيل المثال كانت بين يدي أحد الإحصاءات اللي تتعلق في المشاركة التي تمت في الأولمبياد الوطني العام الماضي في آخر مرحلة وهو التصفيات على المستوى الوطني. لدينا طلبة، أكبر طلبة عدد كانوا من المرحلة الصف الثالث ثانوي ثم الثاني ثانوي ثم تتدرج، لكن الآن نحن نتحدث على طلبة لدينا في الصف الأول متوسط والثاني متوسط. الصف الأول متوسط والثاني متوسط بمعنى أن لديه في الأولمبياد الوطني أمامه 5 سنوات و4 سنوات ممكن أن يحتضنها الأولمبياد الوطني، ممكن أن يكرر المشاركة، ممكن أن يكرر، طبعا مفتوح له المشاركة. طلبة المرحلة الابتدائية إلى الآن حقيقة لم يفتح لهم المجال في الدخول في الأولمبياد الوطني، لكنهم من ضمن الخطة، توقع يمكن ربما خلال سنتين القادمتين بمشيئة الله سينضمون طلبة الابتدائي. جميل، يعني وهناك اهتمام، هناك يوجد هناك أثر أيضا غير مباشر، مثل هذا الأثر أنه يبدأ من المتوسطة في التفكير بالاختراع والابتكار، هذا أثر غير مباشر لم تتوقعه. بلا شك، بلا شك، يعني عندما خططنا للمشروع قبل 3 سنوات لما بدأنا فيه كنا مستبعدين المرحلة المتوسطة ذهنيا أنه ستكون عندنا مشاركة ومشاركة متميزة. الآن لا، نحن نتحدث أن هناك مشاركات ومشاركات نوعية بمشيئة الله. جميل، تفضل. الله، أتمنى أن نرى الزيادة في الأيام القادمة. أستاذ أحمد البلوشي، رئيس وفد المملكة المشارك في معرض أنتن للعلوم والهندسة والمشرف العام على الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي، شكرا جزيلا. شكرا لكم. شكرا.